انا كنت احب جدا جدا صوته الشيخ عبد الله اللي هو اللي اعمى الشيخ عبد الله. اي الله ترى جانا في السعوديه وجانا في جده والله الله, عليك. الله يجعله في جنات النعيم. عرفته انت ما شاء الله عليك رحمه الله عليه. انا قابلته قبل في الحرم وسلمت عليه وانشدت هذا الانشود له. جانا في جده وقمنا بضيافته والله يعفو عنه. الله عليك. بسم الله. هل حقا تشتاق اليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغضة أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه قولوا صلى الله عليه اللهم صل وسلم على رسول الله وما شاء الله تبارك الله ومبدع يا وليد دائما الله يعطيك العافيه الحقيقه يعني والله من 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 اجمل واكمل